المؤمن حبه بالنسبة للأشياء والأعمال والذوات قاعدته ما هي؟ محبة الله. فالمؤمن يحب ما يحبه الله من الأعمال، ويحب ما يحبه الله من الأشخاص، ويحب ما يحبه الله من الأزمان. فالله يحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحب عباد الله. ولذلك أمر المحبة عظيم، ولا يمكن أن يكتمل إيمان الإنسان إلا بأن يحب أهل الطاعة. ولذلك يقول عبد الله بن عمر، يقول: والله لو أنني صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت أموالي غلظاً غلظاً في سبيل الله، ثم جئت يوم القيامة ولا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني على وجهي في النار ولا يبالي. إذن المؤمن يحب ما يحبه الله من الناس، فهو يحب. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: من أحب لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان في قلبه. قال: ولن، يقول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، حتى يحب أهل الطاعة. وأبو رزين العقيلي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. قال: فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم القائض. وصف عجيب. فمن قوامه أنه يحب ما يحبه الله عز وجل من الناس، من البشر، أيضا من الأعمال. الله عز وجل يحب هذه العبادات: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الطواف. فالمؤمن يحبها ويحب أداءها ويفرح به، لأن الله يحب ذلك. ثم الأزمان. الله عز وجل، شهر رمضان شهر مقدم، لذلك المؤمن يحبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه إذا ما جاء هذا الشهر الكريم، يبشرهم به، يهنئهم، لأنه زمن مفضل محبوب عند رب العالمين.